السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية أريد كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. عايز أبدأ مع هلابالا. هلابالا واسمه إيه؟ مكتبة سرور، ولا اسمه إيه؟ اسمه مكتبة، عاملين اسمه مكتبي سرور. قناة سعودية، قناة عربية، قدمت عرض كده زي سكتش كوميدي. هو مش كوميدي، هو كوميديا تشبه البكاء، يعني زي ما بيقولوا كده على حالنا في مصر. جايبين شخص عمال يشتم، يقل أدبه ويتجاوز ويشتم الجميع ويطلع سيديهات ويشوي، وجنب منه واحد اسمه هلابالا برضو بيرمي على اللي عنده نفس الشكل ونفس وشتيمة. والله العظيم يعني ممكن البعض ياخد هذا الفيديو على انه ممكن كوميدي يضحك، وفي ظل الكيد والمنافسة وانتوا شوفوا مش عارف ايه، لكن في الاول وفي الاخر هذا شخص مصري. طبعا مش كل مصري يعبر عن المصريين، لكن للأسف الشديد هذا الشخص تولى مناصب ولا زال موجود في منصب مهم ومنصب كبير. يعني فلما كنا بنتكلم ونقول شكلنا والناس بتبعت لنا وشكلنا في وسط العرب ما بقاش لطيف، البعض كان بيفكر ان احنا بنزايد في هذا الامر. لكن اللي شفته، لو شفت هذا الفيديو ليتني كنت املك حق عرضه يعني. لكن للاسف الشديد يعني حاجه توجع بصراحه، يعني توجع لكل مصري. مش دي مصر، مش دول المصريين. مصريين مش سببين، او ده مش النموذج اللي انت تصدره عن طبعا هو بيعرضه بتهكم وسخرية من هذا الشخص. لعل وعسى هذا الشخص يكون مبسوط دلوقتي. هو مبسوط طبعا، لان هو اهم حاجة عنده يبقى موجود على الساحة باي طريقة، باحترام ماشي، بقلة ادب ماشي، بتجاوزات ماشي، كل حاجة. المهم ان انا موجود وراكب الميديا وراكب الشاشة. يعني للأسف الشديد نطلع من مكتبي سرور ده والفكر والتجاوز والإهانات لكل واحد مخالف ليه لمخرج آخر ما يقلش عن مكتبه هذا في الفكر. وللأسف الشديد الحلقة الأضعف في أي شيء دلوقتي هو الجمهور أو الفرد. للأسف الشديد أوقات كتير وأنا موجود على هنا بنقدم الفيديوهات، ففي ناس بتيجي تنتقد، ودايما بقول اللي بينتقدني بالادب والاحترام اشيله على دماغي، ولكن اللي بيشتم لا ملوش مكان، وده اللي بيخليني اخرج عن شغل. لكن من حقك تختلف معايا، من حقك تقول رايي، من حقك مش ما تحجرش على رايي. لما اقول كذا تقول لي ما تقوليش انت غلطان، ما تقوليش انت مش عارف ايه. لا، لعل انا رايي يحتمل راي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. كل شيء وارد، لكن يعني صعب ان انت تقول انت تملك، وكمان تجادلني في حاجه لما تكون معلومه. لكن الراي انا من حق اشوف الحياه بشكل معين وانت تشوفها بشكل تاني. لكن في معلومه مثلا فلان الفلاني تاريخ وفاته مات سنه كذا، النادي الاهلي حصل على البطوله في سنه كذا بتاريخ كذا، لما حد يصلح لي لما اقول معلومه غلط اقول له متشكر، لكن لما اقول معلومه صح وحد يجادلني فيها اقول له راجع. مقدمة دي لإيه؟ أنا استعجبت النهاردة في مخرج اسمه عمرو سلامة، ولا مؤلف ولا معرفش إيه، لكن هو له علاقة بالمسلسلات يعني والأفلام يعني. كتب بقى بوست، يعني النهاردة إحنا كلنا شايفين الدنيا في رمضان. أنا واحد الناس الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا سبحانه، مش متعلق بحاجة يعني. حتى في مسلسل واحد نفسي أدور عليه مش لاقيه يعني. في مسلسل أنا بحب تيم حسن يعني، مسلسلات السوري، في مسلسل اسمه الزند شفت له كذا، لكن لما بيقول لك يجي الساعه 5 وعلى قناه واحده مش عارف اتابعه يعني، مش عارف اتابعه. كنت بتكلم عن ايضا مسلسل خالد النبوي، بحب خالد النبوي او بحب اتابع خالد النبوي يعني، لكن للاسف الشديد الفتره في ملاحظات كتيره. وزي ما قلت حضراتكم ان في شاعر سوري اسمه حذيفه
العرجي حذيفة قال إن في بيتين شعر اتسرقوا منه، هو حي يرزق واتحطوا في رسالة الإمام في هذا المسلسل على أنهم بيتين شعر قالهم الإمام الشافعي. فالمسلسل وكمان بعض الناس اللي بيتكلموا عن اللغة العربية قالك، وبعض النهاردة هذه الانتقادات أجبرت القائمين على هذا العمل أنهم ينوهوا أن هناك بعض الأشخاص تم اختراعهم من قبل محي خيال المؤلف للضرورة الدرامية. يعني هذا المسلسل لا يعبر عن الإمام الشافعي، خلاص كده، طالما أنت ما قلتليش أشخاص وبتخترع وبتلعب وبتحط، ما تقوليش ان ده الشيء الامام الشافعي، قول لي اي اسم تاني، قول لي اي حد تاني، قول لي. لكن تقول لي انا النهارده عشان اعمل سيره ذاتيه عن فلان يبقى التزم، اتولد سنه كذا، عمل كذا في مشوار، ما ادسش عليه اكاذيب، ما اخلوش يقول حاجات ما قالهاش. ده المشكله اللي والناس لاحظت ده وانتقدت ده، مش بس في العمل ده، يعني في ناس صعيده اتكلموا عن مسلسل بتاع ياسمين عبد اسمه ضرب نار، بشوفه على السوشيال ميديا. يعني واحدة سعودية طلبت، احنا يا عم ما عندناش الكلام ده، وانا النهارده لما اجي ادخل معاك في خناقة هقعد اديك محاضرة وتديني محاضرة؟ لا، بنخش نتخانق على طول. يا عم احنا ما عندناش حد بيمشي بنسر ولا صقر على ظهره وسائل موتوسيكل، ما عندناش كده في الصعيد، ما عندناش حد بيعمل شغل، ما في، الناس كلها بانية بيوت وبقت تمام التمام. عاوز تعمل عمل قول ده من وحي خيال المؤلف، انت حر. لكن لما تيجي تتكلم عن مكان معين في بيئة معينة وناس معينة وغيره وغيره من المسلسلات كلها بقت بلطجه، بقت قله ادب. زمان كنت ممكن تقعد تتفرج على مسلسل، الله والله والدي ووالدتي مثلا كانوا يبقوا قاعدين، الله اللقطه ديت انا عشت المشهد ده، عشت الحاله دي، او عشت اللقطه دي، والله مريت بظروف صعبه زي الراجل اللي كان بيعدي ايام عليا ما فيش معايا مش عارف ايه، والله العظيم في واحد ده عملت معاه موقف زي ده، واحد قابلني عملت مش عارف. يا الراجل ده جابها منين التفصيله دي، مش عارف ايه الكلام ده كله. يعني زمان المسلسلات حتى واللي كان اسامه انور عكاشه جلال عبد الحق اسمه عبد القوي محمد جلال عبد القوي يسري الجندي، الناس دي كنا نقعد مشاهد صفاء عامر طول. انما دلوقتي كلها بلطجه خناقات، حتى المسلسلات كلها كان شفت على السوشيال ميديا في ممثل في الثلاث مسلسلات اللي عملهم اخر نفس الخناقه، بيتخانق نفس الخناقه بنفس الطريقه بنفس لما انا بقى اقول رايي، والله المسلسلات دي ما فيش فيها ابداع، بيطلع واحد زي عمرو سلامه يقول لك ايه، حاليا هناك مطالبات في الكويت لوقف مسلسل كويتي، هناك مطالبات في تونس لوقف مسلسل تونسي، هناك متطرفين يطالبون بوقف مسلسل تاريخي ديني مصري. يقول لك تاريخ، التاريخ معناه ايه يا جماعه؟ ان انا برصد سيره ذاتيه، حاجه واقعه، تاريخ، حاجه حصلت، انما ده مش تاريخ، دخل فيه حاجات من وحي المال ما بقاش تاريخ، ها بقى لخبطيطه. ها فبيقول لك ايه، المتفرج العربي ديكتاتور مصغر، رقيب مصغر، كل فرد او فئه مؤمنه ان من حقها تحكم على باقي البشر وتتحكم فيه، يشوفوا ايه او ما يشوفوش ايه في عصر المواقع الاباحيه ومواقع الالحاد على بعد كام دوسه على الموبايل، ولو محجوبه يعني على بعد كام دوسه وحته تطبيق في بي ان. امتى كمواطن الفي بي ان، يعني الناس اللي في بتاع تطبيق او تطبيقات كده بتخليك تتخطى الحجب، يعني امتى كمواطن عربي هتخليك في نفسك؟ شوف بقى هنا، ده لغه واحد من صناع اللي المفروض بيعمله بيخاطب الجمهور اللي هو سبب في نجاحه. امتى كمواطن عربي هتخليك في نفسك؟ هتسيب غيرك يتكلم وتسيب غيرك يسمع وتسيب غيرك يختار بنفسه وتتعامل ان الناس من حقها ذوقها وافكارها ما يبقوش شبهك؟ امتى هتعرف ان سلاحك هو التمنع مش المنع؟ هتواجه بالتفكير مش بالتكفير، هتدافع عن فكرك بالمنطق مش بالصفه. اعتقد كلنا عارفين امتى ده كله هيحصل. يقول لك امتى كمواطن عربي هتخليك في نفسك؟ هذه الجمله خلتني اشوف قدامي فريد شوقي في مشهد فيلم بدايه ونهايه لما كان بيغني طب والله زمان زمان والله، والمستمعين صوته طبعا مزعج، والمستمعين بيقولوا يا عم انت جايبنا تطفح لنا اللقمه اللي كلناها، فراح قايم هبد الواد قلبين واقعد يا ابن الصرمه واقعد يا ابن مش عارف ايه. فهو عمرو السلامه بيتعامل مع المتلقي اللي هو يعني انا النهارده ممكن اروح حفله فيطلع لي مطرب، ها بيقدموا لي مطرب صوته يا لا مؤاخذه يعني مفيش خالص، فانا من عشان خاطر لا تبدي رايك، اوعى تقول رايك، اوعى تفتح بقك، اوعى تتكلم، ايه ده؟ ايه ده؟ تتعلموا الناس الادب تشوفوا ايه؟ يا حبيبي الكلام ده تعمله لما يكون انا داخل لك عندك، انا رايح انما انت جاي لي من حقي انتقد وحقي اقول النهارده بالظبط زي ما كنت رايح اتفرج على ماتش
كان واحد بيقول لك اوعى تنتقد اللعيبه، اوعى تنتقد الحكم، اوعى تنتقد المنظومه الرياضيه، اوعى تنتقد الملعب، اوعى تنتقد المدرب، اوعى تنتقد اللعيبه، اوعى تفتح بقك انت بتتفرج وانت ساكت. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا فين؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ لكن حلقه الاضعف هو المواطن. المهم قامت لجنه مباريات النادي الاهلي اليوم بالتواصل مع هيئه النقل العام بالقاهره لتخصيص اتوبيسات خدمه الاستاد من الميادين العامه والمواقف الكبرى للقادمين من المحافظات، وابدت الهيئه موافقتها على التعاون الكامل لنقل جماهير الاهلي لاستاد القاهره قبل وبعد مباراه الهلال السوداني المحدد لها السبت المقبل في ختام دور المجموعات لدوري رابطة. يعني اللي جاي من الشرقيه، اللي جاي من الداهليه، يعني هينزلوا اتوبيسات مكان ما هينزلوهم، يعني عربات اللي هتنزلوا لاقوا اتوبيسات تودوهم على استاد القاهره. فريق الاول كره قدم من النادي الاهلي استأنف تدريباته مساء اليوم الاربعاء على ملعب التتش بالجزيره بعد انتهاء الراحه السلبيه اللي حصل عليها اللاعبون لمده 24 ساعه في اطار استعداد لمباراه الهلال. ومارسيل كولر عقد كالعاده محاضره فنيه مع اللعيبه قبل انطلاق المران، وانتظم في التدريبات لعيب المنتخب الوطني محمد شناوي وعبد محمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطيه وحمدي فتحي واحمد عبد القادر وكهربا. وانتظم ايضا علي معلول لاعب المنتخب التونسي بعد انتهاء مباريات الاجنده الدوليه، فيما ينتظم غدا الثنائي اليو ليانج وبيرستاو بعد عودتهم الى القاهره باذن رب العالمين. واللعيبه خدوا تدريبات في الجيم لمده 30 دقيقه مع بدايه المران تحت اشراف اندرياس اندويا، وقاد مارسيل كولر فقرات تدريبيه فنيه متنوعه قبل ان يختتم فقرات المران بتقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين. كل التوفيق للنادي الاهلي. احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي قال ان رباعي النادي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم خاضوا جلسات استشفائيه في الجيم. واتكلم الدكتور احمد ابو عبله ان الرباعي شارك في جزء من التدريبات الجماعيه وبعد كده استكملوا فقرات المران التدريبيه في الجيم ضمن البرنامج التدريبي المحدد ليهم من الجهاز الفني بعد عودتهم الى القاهره. وقال ان الرباعي هينتظم في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي غدا باذن رب العالمين. محمود متولي لاعب النادي الاهلي ادى تدريبات بدنيه منفرده على هامش المران الجماعي للفريق الذي اقيم مساء اليوم، وادى متولي تدريبات بدنيه في الجيم وتدريبات الجري حول الملعب تحت اشراف محمد حمدي اخصائي التاهيل، وبيواصل التاهيل تدريبات الخاصه بالبرنامج الموضوع قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه باذن الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله ويعود قريبا. وانا قلت حضراتكم مش هو ان هو مش هيلحق مباراه الهلال، يعني نادي الزمالك مرتضى منصور طبعا لازم ميدو الفتره اللي فاتت كان بيدافع عن مرتضى منصور، ولا كان دافع عن مرتضى منصور من واحد عباس بعدها بيوم قال لك الناس على الكراسي في نادي الزمالك لازم تمشي، تاني يوم قال لك المدير الفني هيمشي تبقى احنا في الصوره. لا لا، نادي الزمالك كلنا تحت امر خالد جلال بقى اقوى، قال لك احنا كلنا في ظهر نادي الزمالك ولو طلبنا مش هتاخر، لكن انا بعيدا عن تدريب نادي الزمالك. ميدو من ضمن اللجنه. تعالى بقى انت راجل في الاعلام، تعالى عشان ما تعمل لنا فيها، ولو جبنا واحد ما عجبكش تعمل لنا، وفي نفس الوقت انت برضه دافعت عنها، تعالى ناخد رايك. ضمن اللجنه اللي بتختار المدير الفني مع الكابتن احمد عبد الحليم وجمال عبد الحميد وطارق يحيى وطبعا امير مرتضى منصور، كل دول مع احترامنا ليهم هو ميدو وامير مرتضى منصور هو اللي كلامهم وهو اللي هيمشي. يعني الزمالك كلام كتير حوالين موليكا وبقت قصه سخيفه، والمبالغ المطلوبه في موليكا مبلغ مبالغ فيه وكبير، وزي ما قلت لحضراتكم يا ريت عندنا كشافين وعندنا ان شاء الله في كره في شركه نادي كره القدم يبقى زي شمال افريقيا. شوفوا قلت قبل كده التوانسه والجزائريين والمغاربه بيجيبوا لعيبه من افريقيا بثلاثه تعريفه ويجي يسوقهولنا، يعني ديانج احنا جايبينه بمليون بمليون، هم بقى جايبين احنا النهارده هم كانوا جايبينه بكام عشان ياخدوه بمليون، مليون الا 50,000 دولار كمان 950 تقريبا او يمكن اقل. ديانج جايبينه من الجزائر هم جايبينه بكام النهارده؟ لو اتعرض عليا 7 8 بقول لك لا شويه ممكن الاهلي يفكر، لكن بقول شويه ليه انا ما اسبقش بخطوه واروح للناس ديت واختار؟ انا بجيب لاعب ب 200,000 دولار والله ماشي زي الفل تمام التمام، ما مشيش زي الفل هطلعه اعاره باسم النادي الاهلي، هستفيد باسم النادي. والله يا اخي ان انا لو جبت لاعب ب 100,000 200,000 دولار من افريقيا، لو جبت حتى لاعب مش قد كده ممكن اطلعه اعاره في الخليج بالمبلغ اللي هو اللي انا جبته، مش هخسر اعاره بناء على اسم على ان الراجل ده كان بيلعب في الاسم في النادي الاهلي. ده لو راح هيلعب في الدرجه، طب ما هو ده اوباما بيلعب في دوري الدرجه الثانيه في الدوري السعودي، هنجيب ب 200,000 دولار. لكن انا مش عارف هل الموضوع صعب؟ يعني الاخوه في تونس والجزائر بيعملوا الصعب واحنا مش قادرين نعمل، هم بيعملوا المستحيل واحنا ما بنعملوش. يعني
لكن مهم يعني بيتكلم عن موليكا نادي الزمالك دخل في القصه بعد الانباء، وهذا الكلام هاري مفيش لازم الزمالك معاه حاجه. بالنسبه لحازم فتوح وكيل اللاعبين، الباطن السعودي بيقول لك الباطن السعودي تقدم بعرض رسمي من اجل التعاقد مع اللاعب اللي هو كابتن ايمن اشرف، وقال لك كولر طبعا رفض ده بسبب مشاركه النادي في كاس العالم في التوقيت ده. قال لك ايمن اشرف وربيع هدفهم الرئيسي هو الاستمرار في النادي الاهلي، وهم على استعداد لتجديد عقودهم مع النادي الاهلي. في حاله عدم تجديد عقد ربيع واشرف مع النادي الاهلي هيكون وجهتهم خارج الدوري المصري، والثنائي مش هيلعبوا في الدوري المصري مع اي نادي تاني، وهيتوجهوا للدوريات الخارجيه وتحديدا الخليجيه. يعني قال لك الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع جونيور اجايي لاعب النادي الاهلي السابق، لكن الاسماعيلي كان في مفاوضات معاه، لكن الموضوع بعد بسبب المقابل المادي كان بعيد وفارق كبير. في النهايه شكرا لحسن متابعه حواراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.